معالي الأخ العزيز سيد بدر بن حمد بن حمود البسيدي وزير خارجية سلطنة عمان، أصحاب السعادة، حضرة السيدات والسادة، يطيب لي بداية أن أرحب بك أخي بدر وبالوفد الكريم المرافق لك. أتمنى لكم مقاما طيبا ببلدكم الثاني المملكة المغربية، معربا عن السرور الذي يغمرنا ونحن نجدد اللقاء بأشقاء أعزاء تربطنا بهم أواصر الأخوة الصادقة والمودة الخالصة في كنف ما يجمع بلدينا الشقيقين من وشائج عميقة وأواصر راسخة تحفها عناية العاهلين الكريمين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظهما الله. عند اجتماعنا اليوم يكتسي دلالات خاصة لاعتبارات متعددة. أولا لكون زيارة معالي الوزير هي الزيارة الأولى للمغرب منذ أن حظي بالثقة السامية لجلالة السلطان بتعيينه وزيرا للخارجية، وهي مناسبة لنجدد اللقاء من أجل تبادل الرأي وتعميق التشاور والتنسيق بيننا في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. ثانيا يصادف انعقاد هذه الدورة مرور 28 سنة على إنشاء اللجنة المشتركة المغربية العمانية تقريبا في مثل هذا التاريخ في 27 يونيو 1995. ثالثا أن هذا الاجتماع هو الثاني للجنة المشتركة منذ إسناد رئاستها لوزيري الخارجية بعد اجتماع مسقط في يناير 2019. رابعا هذا الاجتماع يجسد حرص البلدين على انتظام عقد اللجنة باعتبارها الآلية الرئيسية لتعزيز علاقات التعاون الثنائي وتقوية مساراته في مختلف المجالات الاقتصادية والتقنية والثقافية والاجتماعية، مع تطوير أساليب العمل وتوسيع دائرة الشركاء من أجل الارتقاء بهذا التعاون إلى مستوى تطلعات وطموح قائدي البلدين حفظهما الله. ومما لا شك فيه أن ما توصل إليه كبار الموظفين والخبراء بالبلدين في اجتماعهم المرئي اليوم 26 يونيو من مشاريع وتوصيات واقتراحات سيمكن من إثراء وتعزيز الإطار القانوني وتوفير آليات للتعاون ومتابعة مستويات التنفيذ والإنجاز، مع الحرص على تذليل كل الصعوبات التي قد تعترض مسيرته. معالي الوزير والأخ العزيز، حضرة السيدات والسادة، إننا في المملكة المغربية نثمن المستوى المرموق الذي بلغته العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتي يطبعها التنسيق والتشاور المستمر والتضامن الموصول. وفي هذا السياق أود أن أنوه عاليا بالمواقف الإيجابية الداعمة التي ما فتئت تعبر عنها سلطنة عمان بخصوص قضية الصحراء المغربية، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار متعدد الأطراف. وهذا ليس بغريب على بلدكم الشقيق الذي شارك بوفد رفيع في المسيرة الخضراء سنة 1975. وأستحضر هنا باعتزاز ما جاء في رسالة الشكر والتقدير التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله، عقب الموقف الداعم لقضية الصحراء المغربية الذي عبر عنه قادة مجلس التعاون الخليجي خلال الدورة 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون والمنعقد بالرياض في دجنبر 2021، حيث قال جلالته وأقتبس: وإنني لأشكركم جزيل الشكر على هذا الدعم الشهم والنبيل غير الغريب على بلدكم الكريم
الذي يربطه بالمملكة المغربية علاقات أخوية متجذرة قائمة على التضامن والتعاون والتقدير المتبادل. تلكم العلاقات التي نحرص سويا على توطيدها بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الشقيقين ويسهم في تدعيم أسس الشراكة الاستراتيجية المثالية التي تربطها بدول مجلس التعاون الخليجي، التي نجدد التأكيد على أن أمنها واستقرارها هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المملكة المغربية. انتهى كلام جلالة الملك. لقد شهدت علاقاتنا الثنائية والحمد لله تطورا إيجابيا في عدد من المجالات، ومن بينها مجال التعاون التعليمي والتربوي الذي يعد أحد أوجه هذه العلاقات المتميزة. فقد عرف الموسم الدراسي الجامعي 2022-2023 ارتفاع عدد الطلبة العمانيين المسجلين بمختلف التخصصات إلى 156 طالب، كما بلغ عدد المتخرجين من الجامعات والمعاهد المغربية في السنوات الأخيرة 407، منهم 131 في السنة الماضية. وإنه لمن دواعي سعادتي أن أعلن بهذه المناسبة عن رفع عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة لسلطنة عمان الشقيقة في المملكة المغربية إلى 100 مقعد بدل 50 مقعد الحالية. كما عرف المجال التجاري قفزة نوعية، حيث بلغ حجم المبادلات ما قيمته 1.5 مليار درهم خلال سنة 22. وبقدر ما نعرب عن ارتياحنا للإنجازات التي تم تحقيقها حتى الآن، بقدر ما يذكي ذلك لدينا الرغبة والطموح المتزايد في تحقيق أهداف أكثر شمولية وشراكة مثمرة بعيدة المدى، وذلك مسايرة للمتغيرات التي يشهدها العالم، وخاصة فيما يعرفه عالم التجارة والاستثمار والأعمال من تطورات متلاحقة ضمن إطار العولمة وتنامي التكتلات الاقتصادية. ولا يخامرني أدنى شك في أن قطاعات هامة أخرى كالطاقة والطاقات المتجددة والاقتصاد الرقمي والفلاحة لها آفاق واعدة لإثراء التعاون البيني، وبما ينسجم مع الرؤية التنموية الثاقبة لقيادة بلدينا والإرادة الراسخة في خوض غمار التقدم والتنمية المستدامة بكامل مقومات النجاح. ومن هذا المنطلق نؤكد على أهمية انخراط كافة الفاعلين الاقتصاديين والتجاريين في الدينامية الاقتصادية بين بلدينا، واستثمار الفرص المتنوعة التي يزخر بها البلدان. ومن هنا ندعو الاتحاد العام لمقاولات المغرب وغرفة التجارة والصناعة العمانية إلى تفعيل مجلس الأعمال المغربي العماني، وكذا تشجيع المستثمرين في البلدين على إنجاز مشاريع مشتركة في مختلف المجالات. معالي الوزير والأخ العزيز، إننا في المملكة المغربية نبارك للسلطنة ما حققته من إنجازات تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، وننوه عاليا بالدور المتميز الذي تطلع به السلطنة في اتجاه إرساء دعائم الأمن والسلم في محيطها الإقليمي والدولي وفق رؤية ثاقبة وواضحة قوامها الحوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام وحدتها الوطنية والترابية وعلى أساس مبدأ حسن الجوار، وهي مبادئ وقيم راسخة نتقاسمها وإياكم في تدبير تفاعلنا مع مختلف الشركاء وإزاء قضايا العالم التقليدية والمستجدة. كما نهنئكم على تسلمكم الرئاسة الدورية لمجلس التعاون الخليجي الذي تجمعنا به منذ سنة 2011 شراكة استراتيجية تعتبر رافدا من روافد التعاون الثنائي بين المغرب والدول الخليج الشقيقة. ولنا اليقين بأن فترة رئاسة بلدكم الشقيق للدورة الحالية ستساهم ولا شك في إغناء مسيرة العمل الخليجي المشترك وفي تقوية علاقات الشراكة المثمرة مع المملكة المغربية. ختاما
أجدد الترحيب بكم أخي وزميلي معالي الوزير سيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وبالوفد المرافق له، متوجها بالشكر الجزيل إلى كبار الموظفين والخبراء من جميع القطاعات المعنية ولسفيري البلدين على المجهودات التي بذلوها لإعداد أشغال دورتنا هذه، بما في ذلك توصيات المحضر والبيان السياسي المشترك والنصوص القانونية التي سنوقع عليها والتي ستشكل لا محالة قوة دفع كبرى لمسيرة التعاون الثنائي المشترك وفق رؤية قائدي البلدين حفظهم الله. اليوم فهي تتطور بتطورات العصر لتتواكب وتتلاقى وتطلعات الشعبين الشقيقين عبر التعاون البناء في كافة المجالات الواعدة وذات المردود الملموس على الجانبين ومختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، وكما ارتأى لها عاهلي البلدين حفظهم الله. كيف لا وهي تحظى بالرعاية والاهتمام والتوجيهات الكريمة السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظهم الله. معالي الأخ العزيز، إننا نشعر ببالغ الغبطة والسرور أن نكون بينكم اليوم في رحاب مدينة الرباط الجميلة والخضراء وربوع بلدكم المضياف الشقيق المملكة المغربية، لنفتتح سوياً أعمال الدورة السادسة للجنة المشتركة واعتماد نتائجها المثمرة وما توصل إليه كبار المسؤولين في اجتماعاتهم التحضيرية، بما في ذلك عدد من برامج التعاون والاتفاقيات ومذكرات التفاهم. ويسعدنا أن نسجل دعمنا لمستقبل الشراكة، وكلنا متطلعين إلى ترجمة هذه النتائج على أرض الواقع بمشيئة الله وتوفيقه، وخاصة في شكل مشاريع اقتصادية متنوعة تعود بالمزيد من المنافع والفرص الاستثمارية، سواء الصغيرة منها أو المتوسطة والكبيرة. معالي الأخ العزيز والحضور الكريم، إن رؤانا السياسية متوافقة تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي أهمية حلها بالحوار والوسائل السلمية الواقعية وبالاستناد إلى قواعد القانون الدولي واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وحقوقها المشروعة. إننا نواصل دعوتنا المجتمع الدولي في تطبيق القانون الدولي في سبيل نيل الشعب الفلسطيني استقلاله الكامل على أساس قرارات مجلس الأمن وحدود 1967 ومبادرة السلام العربية. وفي هذا المقام نود أن نثمن تقديرنا الكبير للجهود التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بصفته رئيساً للجنة القدس عاصمة دولة فلسطين. معالي الأخ الوزير، أصحاب السعادة والحضور الكريم، كما تعلمون تواصل سلطنة عمان موقفها الراسخ في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، واستناداً إلى هذا المبدأ الثابت فإن بلادي تجدد اهتمامها وتأييدها
لحل قضية الصحراء بشكل سياسي عادل وسلمي ودائم، وهي تقدر عاليا حكمة حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وحكومته الرشيدة في مبادرة الحكم الذاتي ودور الأمم المتحدة في هذا السياق، وبما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية للمنطقة ولجميع سكانها. ختاماً معالي الوزير، لا يفوتنا أن نشيد بالتحضير الجيد لهذا الاجتماع، وأن نعرب لجميع المسؤولين في الجانبين العماني والمغربي على ذلك، كما أغتنم الفرصة للإعراب عن تقديرنا الشخصي لكم معالي الأخ العزيز ولجميع معاويكم وزملائكم على التنظيم المتقن والإعداد المشكور لاجتماعنا هذا، وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبهذا تكون الدورة السادسة للجنة المشتركة المغربي العماني قد أشرفت على نهايتها. شكرا لكم على حسن انتباهكم.